نشيد هيا نعمل للشاعر وليد مشوح. هيا نعمل هيا نعمل، فالحقل لنا ولنا المعمل. هيا 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 نعمل، الكادح كنز للوطن والخامل منبوذ مهمل. هيا 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 نعمل. كلمة الكادح هو الشخص المكافح أو المجتهد، جمع كلمة كنز كنوز، وجمع كلمة وطن أوطان. الخامل هو الشخص الكسول، منبوذ أي مكروه غير محبوب. إذا أردنا أن نستخرج بعض الأساليب الإنشائية، فمثلا عندنا هيا نعمل هيا نعمل، أما الأسلوب الخبري مثل الكادح كنز للوطن والخامل منبوذ مهمل. عندما يقول الشاعر الكادح كنز للوطن، يدل هذا البيت على رفعة مكانة العامل ومكانة الوطن في نفوس أبنائه.